باقون في البصرة، حيث القوات الحكومية من جانبها قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مجلس المحافظة هناك. وعلى الرغم من هذا نجح المتظاهرون بالوصول ورددوا هتافات ضد الأحزاب الحاكمة والمعممين في العملية السياسية من أمثال عمار الحكيم وغيرهم. تعالوا نتابع معا. طبعا خطة الدفاع اليوم سوينها شلص ما الدافع. الدفاع الأمامية